دكتور، قبل ما امشي عايزين نلخص اهم ثلاث حاجات لنجاح العمليه. اهم ثلاث حاجات وبنأكدهم للمرضى وهم شايفيننا دلوقتي، لما يعملوا عمليه يدوروا على ثلاث حاجات. واحد، احدث الاجهزه. يعني ما ينفعش واحد بينزل مثلا على صفحه يا جماعه يقول لي احنا بنسمع ليزر بيرجع، احنا عملنا عمليه وطلع فيه الم، احنا عملنا عمليه وطلع الالم مش محتمل. عسرا، انت عملتها بجهاز مدني تصنيع ايه؟ يبقى رقم واحد نختار اعلى الاجهزه. رقم اتنين، نختار الطبيب كفاءه. ما ينفعش اجيب اعلى جهاز واديه لدكتور مبتدئ واجيب العيب في جهاز. لا، ما يعني حتى بالعقل. رقم ثلاثة، ودي بقى هي اهم واحد، العيان يكون مطيع. ثلاث حاجات يا جماعه، ثلاث حاجات: العيان المطيع، الطبيب الشاطر، الجهاز الحديث. الثلاثه دول لو موجودين وتحققوا، ده المثلث اللي بينتج عنه نجاح اي عمليه بدون اي نقاش. خليكم مطيعين، واختاروا الطبيب. واختاروا الطبيب واسالوا عنه، وطبعا اللي يسال ما يتوهش. وعشان كده احنا جينا النهارده عشان نسهل لكم الطريق، نوريكم بنفسنا احدث الاجهزه واهميه الطبيب اللي درس او اخذ الخبره من المانيا. نأهلكم هنا، كونوا انتوا بقى الحاجه الثالثه متعين. شكرا يا دكتور، سعيده دي كانت جولتي النهارده في عياده مهمه جدا، انو كلينيك، اللي عامله حاله حلوه للسياحه العلاجيه. وانا دايما بحب انقل لكم كل ما هو جديد ومهم عندنا في بلدنا مصر. شكرا. مركز إينو كلينيك لعلاج أمراض الشرج بالليزر.